صمت انتخابي إذانا بيوم الانتخابات غدا في الدول العربية. ميقاتي لا يخفي قلقه من أن انتخاب رئيس الجمهورية قد لا يمر بسهولة. الأسمر هناك إمكانية لزيادة بدل النقل. واشنطن تتحدث عن مسار مشروط لوقف تصعيد العقوبات على روسيا. أهلا بكم. اليوم بدأ الصمت الانتخابي إذانا بيوم الانتخاب غدا في الدول العربية، ويتواصل الصمت إلى الأحد موعد الانتخاب في الدول الغربية ودولة الإمارات. آخر المتكلمين أمس كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القادر أيضا على الكلام اليوم وغدا حتى يوم الانتخاب، كونه غير مرشح وغير مسوق أو معلن لأي من المرشحين. ميقاتي دعا أبناء طائفته إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة، ولم يخفي قلقه من أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية قد لا يمر بسهولة، وهناك أمور تحتاج إلى حل. واعتبر في حديث لتلفزيون لبنان أن الرئيس نبيه بري ضرورة في الوقت الحاضر. وإذا موقف المفتي بالتصويت وكثافة التصويت هو موقف سليم 100%، لأنه نحن إذا ما صوتنا مين عم نجازي؟ عم نجازي نفسنا. صح. نحن عم نعم نجازي نفسنا، فبالتالي يجب أن يكون التصويت تصويت بكل ما الكلمة معنا. دعوة ميقاتي أبناء طائفته إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات لم تختلف عما ذكرته صحيفة عقاظ السعودية، إلا أن الأخيرة حملت الرئيس سعد الحريري مسؤولية تعريض الطائفة السنية للتشتت ضمن المعادلة السياسية اللبنانية. قراءة مع الدكتور جورج أزبك. حملت صحيفة عقاظ السعودية الرئيس سعد الحريري مسؤولية انكشاف الطائفة السنية وتعريضها للتشتت بفعل قراره بتعليق المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية، لكن بقراءة موقف عقاظ يمكن إيراد الملاحظات التالية: أولا، الاعتراف بمرجعية تيار المستقبل التمثيلية للشارع السني. ثانيا، الاعتراف بواقع الخصومة بين سعد الحريري والخارج بما يوحي بعلاقته السيئة مع ولي العهد السعودي التي كانت أحد أسباب انكفائه. ثالثا، تحذير الحريري من تطوير قراره من الانكفاء ترشيحا إلى منع مناصريه من المشاركة اقتراعا. هذا التحذير بلغ درجة تحميل الحريري مسؤولية تداعيات قراره على الطائفة بكاملها، والتي ستكون كارثية على التوازنات السياسية اللبنانية لسنوات مقبلة من خلال اختراقات حزب الله وشخصيات سنية موالية لأجندته وجهات طارئة في الطائفة. وهنا أعطي الحريري فرصة لإصلاح خطئه من خلال سقفين: إما الامتناع عن إصدار حرمه للمستقبليين الذين سيشاركون في الاقتراع، واعتماد السكوت تماما كالصمت الانتخابي، وبالتالي تأمين عبور آمن لجماعة المستقبل إلى أقلام الاقتراع، وإما أكثر من ذلك الضغط عليه لحث جماعته على المشاركة في التصويت. الأخطر ما ذكرته عقاظ بأن بين الاحتمالات التي دفعت الحريري إلى قرار التعليق بأنه كان ينطلق من قوته التمثيلية للشارع السني لنزع الميثاقية السنية عن الانتخابات النيابية، الأمر الذي قد يدفع من وجهة نظره لتأجيلها، وبالتالي يحفظ بقاءه في المعادلة السياسية حتى تتوافر ظروف عودته. صدق الرئيس رفيق الحريري الذي أصر أن يعلو مدخل السراي: لو دامت لغيرك لما اتصلت إليك.
إذن وكما ذكرنا، يفتتح المغتربون في الدول التي تعتمد نهار الجمعة يوم عطلة أسبوعية، ومنها السعودية وقطر والكويت وسوريا والعراق، عمليات الاقتراع، على أن يقترع اللبنانيون الأحد في 8 أيار في الدول الغربية والإمارات التي اعتمدت الأحد فرصة رسمية. إشارة إلى أن نسبة الذين سجلوا أسماءهم للاقتراع في آسيا والدول العربية يشكلون 25.29% من إجمالي الذين سجلوا في جميع القارات، أما عددهم فهو 56.939 ناخباً، وجاءت النسبة الأعلى للطائفة السنية 36.9%، تليها الطائفة المارونية 23.54%، ثم الطائفة الدرزية 13.46%، وتقاربت نسبيا الطائفة الأرثوذكسية 9.39% والطائفة الشيعية 9.36%. ومن بكركي طالب المطارنة الموارنة بإزالة كل الألغام من أمام إجراء الانتخابات. يكرر الآباء تشديدهم على وجوب سعي المسؤولين جدياً إلى إزالة كل الألغام من أمام إجراء الانتخابات النيابية في 15 من الشهر الجاري، وتحرير إرادة الناخبين والمرشحين من الضغوط المختلفة التي تعرقل حسن هذا الإجراء، وهم يشجعون جميع المواطنين على الإقبال بكثافة إلى ممارسة حقهم الدستوري بضمير واع والتزام وطني صادق، علهم يسهمون في إحداث التغيير المنشود وإخراج البلاد من الانهيار الذي يدهمها. يحذر الآباء من ظاهرة تفشي الإخلال بالأمن المتنقل من منطقة إلى أخرى، ولا سيما جرائم القتل التي تحدث في شكل شبه يومي، ويناشدون المعنيين التنبه لمحاذير ذلك، محيين الأجهزة العسكرية والأمنية الساهرة على ضبط الأوضاع الميدانية بما تملك من إمكانات ولو محدودة. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. إسرائيل وسرقة غاز لبنان. يعقد مجلس الوزراء جلسة له بعد ظهر اليوم في السراي الكبير، وعلى جدول أعمالها 40 بندا. رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر تحدث لصوت لبنان عن إمكانية زيادة بدل النقل. في مفاوضات إيجابية بيننا وبين الهيئات الاقتصادية حول تعديل بدل النقل، ونحن كاتحاد كنا طلبنا من فترة أنه يصير بدل النقل اليومي 150 ألف ليرة، لأنه نعرف الغلاء الفاحش بأسعار المحروقات وعدم قدرة الموظفين بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص أنه يداوموا يوميا بأعمالهم، وهذا بيسبب انهيار وشلل بالمؤسسات. لذلك كان لابد بالمطالبة بزيادة بدل النقل. طبعا في تجاوب من الهيئات الاقتصادية ممثلة بالوزير الشاير، ونهار الجمعة الساعة 1 رح بيكون في اجتماع الاتحاد العمالي العام مشترك لتقرير هذه الخطوة. في اتصالات كمان مع دولة الرئيس مئاتي حتى يكون في تلازم بزيادة بدل النقل بين القطاع الخاص وبين القطاع العام، وهالشي طبعا رح بيصير كمان برعاية وزارة العمل لخطوة أولى. وبعد منها سيصار إلى دعوة لجنة المؤشر للمباشرة كمان بدراسة الأجور، وأن يكون هناك تعويضات مقطوعة على الأجور أسوة بما حصل بالمليون و325 ألف بالقطاع الخاص، تمهيدا لرفع حد أدنى للأجور مقبول بهذه المرحلة.
في ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أكد مسؤول فرنسي رفيع للنهار أن باريس تشاطر الصندوق قلقه حيال عدم تقدم الحكومة اللبنانية باتجاه إنجاز أي من الأمور التي تم التوافق على إصلاحها مع الصندوق على الأقل بعد حوالي 4 أسابيع من الاتفاق الأولي. مسيرة لجمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ من تقاطع شارعي أرمينيا وبيير الجميل باتجاه مرمخايل وصولا إلى تمثال المغترب. أهالي ضحايا المرفأ ساروا في شوارع بيروت يطالبون بالعدالة، رفعوا الصوت، بكوا وارتفعت الصلوات للسيدة العذراء وعلت الصيحات والهتافات للمطالبة بالحق. من لا يتذكر روان، تلك الفتاة التي قضت في انفجار المرفأ في الجميزة؟ والدتها منى قالت: صورتك لا تفارق خيالي يا عروسة السماء. دايما نحن منزل تمثال المغترب منطالب بالحياة ومنحيي الذكرى 4 آب لألو مندوي الشموع. نحن دايما بكل نزلة هدفنا الوحيد مطالبة بالحياة، هيدا أكثر شيء نحن مطالب فيه. المسيرة انطلقت من شارع بيير الجميل إلى تمثال المغتربين وتوقفت أمام منازل ضحايا المرفأ، ولأن أهل الضحية إسحاق غادروا لبنان ولن يعودوا لهول المأساة، حمل صديق العائلة المفجوعة روي البخاري صورة الطفل إسحاق ورفع الصوت. صرنا من وقت فجير 4 آب، كل 4 آب من كل شهر عم ننزل نطالب انه بدنا العدالة، بدنا الحقيقة، بدنا نوقف مع هالأهالي، لأنه أكيد مش بس الأهالي المتضررين، الشعب اللبناني كله متضرر. أنا اليوم حامل صورة إسحاق، هو طفل من الأطفال اللي ما قدروا يكفوا حياتهم بلبنان لأنه المجرمين قتلوه ب4 آب وهو عم يلعب بالمنطقة. ستبقون في البال ولن ننتخب هذه المنظومة وفاء لكم. هكذا انتهت المسيرة على أمل معرفة الحقيقة، وكلمة الله لا يسمحكم يا السلطة لم تفارق أهالي الضحايا ولن تفارقهم. تراز الخوري، صوت لبنان. والآن أخبار محلية أخرى في هذا الشريط. نشر العميد الطيار بسام ياسين على صفحته على فيسبوك صورة تظهر مسار باخرة FPSO التي ستبدأ عملية التنقيب في الحقل المشترك كاريش لمصلحة إسرائيل، وكتب عليها FPSO في طريقها إلى المياه الفلسطينية لسرقة الغاز اللبناني في حقل كاريش. أشار وزير السياحة وليد نصار إلى أن صيفاً سياحياً حاراً ينتظرنا هذه السنة بعد جائحة كورونا حسب الحجوزات وخطوط الرحلات التي تبشر بعودة كثيفة للمغتربين. نفى المدير العام لمصرف الإسكان تقديم دعم للطبقة الميسورة، مؤكداً أن القروض موجهة لذوي الدخل المحدود وأن سقف القرض سيبلغ 1 مليار ليرة لبنانية. في يوميات كورونا وفاة 186 إصابة جديدة في الساعة 24 المنصرمة. نتابع النشرة وفيها بعد الفاصل واشنطن والنووي المتساوي. أهلا بكم من جديد. أبدأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الاستعداد للتعامل مع كل السيناريوهات فيما يخص إيران سواء باتفاق نووي أو من دونه. إلى ذلك ذكر موقع أكسيوس أن أمريكا وإسرائيل تبحثان مزيدا من الضغط على طهران إن لم تعد قريبا إلى هذا الاتفاق. كيف السبيل إلى فرملة زحف العقوبات ضد موسكو من الوجهة الأمريكية؟
هناك مسار وحيد حتى الآن لوقف تصعيد العقوبات على روسيا إذا تحقق اتفاق سلام مع أوكرانيا، الكلام لوزيرة الخزانة الأمريكية التي أكدت أيضاً أن فرض عقوبات على مصرف روسيا المركزي تطلب تحالفاً من جانب عدد كبير من الدول، وقالت: نتشاور مع حلفائنا بشأن عقوبات إضافية على روسيا إذا استمرت في حربها. تزامناً لفت رئيس الدبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى الحاجة للفوز في معركة أوكرانيا، لأننا لا ندافع عن شعب أوكرانيا فقط ولكن أيضاً عن مبادئ النظام الدولي. أمريكياً أيضاً أكد الرئيس جو بايدن الانفتاح على فرض عقوبات إضافية على روسيا وقال: سأبحث ذلك مع مجموعة السبع هذا الأسبوع. إلى ذلك نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تمتنع عن تقديم معلومات استخباراتية عن كبار القادة الروس، وقالوا: لم نساعد في ضربة استهدفت مكانا شرق أوكرانيا زاره رئيس الأركان الروسية. روسياً، وإذ أكد وزير الدفاع أن أي وسيلة نقل للناتو محملة بالأسلحة تعتبر هدفاً مشروعاً في حال وصولها لأوكرانيا، لفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن فنلندا والسويد ستتحولان إلى ساحة مواجهة بين الحلف وروسيا إذا انضمتا إلى الناتو. في المقلب الأوكراني أعلن وزير الداخلية تنفيذ القوات الروسية حوالي 1000 حالة إعدام لمدنيين في مناطق عدة في أوكرانيا، وقال إن القوات الروسية تجبر السكان في مواقع سيطرتها على المشاركة في استفتاءات. والآن إلى الصفحة الرياضية مع رومان طنوس. نبدأ أخبارنا الرياضية بأسطورة الأرجنتين دييغو أرماندو مارادونا، حيث أصبحت قميص الراحل أمام إنجلترا بربع نهائي كأس العالم 1986 الأغلى بتاريخ كرة القدم. قميص مارادونا جرى بيعه بمزاد علني مقابل 7,142,500 جنيه استرليني لرجل غير معروف ليصبح أغلى قميص بتاريخ كرة القدم. كما وفاز كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد بجائزة أفضل هدف عن شهر نيسان الماضي، وذلك بعد هدفه بشباك نورويت سيتي. هدف رونالدو الثالث من ركلة حرة مباشرة ليحصد جائزة هدف الشهر. أما بالتنس، فاز الألماني ألكسندر زفيريف ببطولة مدريد على الكرواتي مارين سيليتش المصنف 24 عالميا بمجموعتين لمجموعة واحدة 4-6 6-4 و6-4 بمباراة استغرقت ساعتين و16 دقيقة. وبمباراة أخرى فاز البريطاني كاميرون نوري على الأمريكي جون إيسنر بنتيجة 4-6 7-5 و6-4. ننتقل أخيرا إلى الأحوال الجوية. الجو اليوم رح يكون مصحوب برياح وزخات من المطر بعد ظهر، درجة الحرارة القصوى 21 درجة، ورياح جنوبية غربية بسرعة بتتراوح من 30 ل 50 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة 65%. بكرة الحرارة رح تكون مستقرة على 21 درجة أقصاها و16 أدناها، ولكن مصحوبة بعواصف رعدية. السبت الجو رح يكون صافي بأغلب الأحيان مع درجات حرارة 21 أقصاها و18 أدناها. الأحد الجو رح يكون صافي أيضا بأغلب الأحيان مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة لل22 أقصاها و18 أدناها. التنين رح نشهد ارتفاع إضافي بالحرارة يلي رح تسجل 24 كحد أقصى و18 كحد أدنى. النشرة انتهت، تابعونا عبر موقعنا vdl.me ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا Voice of Lebanon 100.5 وعلى الابليكيشن. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.